ما زالت تتواصل أعمال الحملة التوعوية التي نظمت من قبل وزارة التربية الوطنية وبالتعاون مع البنك الإسلامي، فبعد مدينة أبو دية وأم حجر وصلت الحملة إلى مدينة أبشة. التفاصيل لدى سعيد أحمد. بنفس الرسالة التي تلقاها سكان جنوب البلاد وشمالها وبعض المناطق شرقها، وصل وفد وزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية إلى أبشة حاضرة إقليم والداي، حيث التقى الوفد ببعض التلاميذ والمعلمين بجامعة آدم بركة. الأمين العام لإقليم والداي أبدي ساردينغار ثمن جهود الوزارة التي وصفها بالفاعلة، وطلب من الحاضرين تلامذة وآباء ومعلمين أخذ التوجيهات بعين الاعتبار. ومن ثم تناول الحديث الرئيس الوطني لفيدرالية أولياء أمور التلاميذ. رئيس بريزان إدريس ديبي سألنا في كونستيتيوشن أن فوتي أن بعرب كما وبدوره ممثل الأمين العام لوزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة زكريا عيسى قال أن تطبيق الثنائية اللغوية يعتبر ضرورة اجتماعية، لأننا في أمس الحاجة لكشف الحجب عن بعض المفاهيم، وهذا لن يتم إلا إذا فهم كل منا اللغة التي يجيدها الآخر، مضيفا أنه لا علاقة للغة بالدين، وبهذا يجب على الجميع تعلم وإتقان اللغتين. وقد تجاوب الحضور مع هذه الفكرة لما لها من أهمية كبيرة. أما المدير التنفيذي للثنائية اللغوية حبيب عبد العزيز أشار في حديثه إلى الحروب التي عاشتها البلاد قديما، والتي كان من أبرز أسبابها عدم وجود رابط بين اللغتين العربية والفرنسية. الكلام الحسن ندور نحج لكم هنا ده كلام ليه أنتوا شباب تشيلوا في التاريخ عربي، ولكن الشياء نذكره وعنينا للمين كلنا واتفقنا دول ده جد اللغتين الرسميتين في نفس السوا من إقليم والداي إلى إقليم وادي فرا، وبالتحديد المركزية لمقاطعة التي شهدت نفس الجو من التوجيهات والتوصيات والمداخلات التي حظيت هي الأخرى بتفاعل الحاضرين، إلا أن الجهات المسؤولة في عراضة ركزت أكثر على ضرورة توفير المياه في المدارس، لأن المياه التي يستهلكها التلاميذ غير نقية وتسبب كثيرا من الأمراض خاصة في المسالك البولية. وقد أخذت كل الاقتراحات بمحض الجد من قبل منسق البنك الإسلامي للتنمية صالح يوسف عبد المنان، الذي تعهد ببذل قصار جهده لتوفير المياه بالمدارس. الثنائية اللغوية كانت حلما يصعب تحقيقه، وبهذه الجهود أصبحت واقعا يمكن تصديقه. بهذا الخبر الذي يتحدث عن الثنائية اللغوية ننهي الأرض الأخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.